بقول لكم عن كولكشن أساطير اسمه بست كولكشن. خيال خصوصا هذا العطر مو طبيعي. الكولكشن وايد حلو، عطوره حلوة، في تنوع وايد كبير في البوكس هذا، يعني في شيء فرنسي، في شيء عربي، في عرفتوا هذا الخليط بين النظافة. وايد حلو الكولكشن. قاعدة أشم من العصر عشان ما ورد أرد يعني مرة ثانية، مو أنا الحين بعد لوية عطور، بس إذا تبون رأيي عجبني هذا الكولكشن من أساطير، ونزلته بعد عندي في البوتيك. كولكشن حلو، أحجام العطور حتى حلو، بس بوريكم الحجم مال العطر. حلو كيوت حق جنطة حق سفر وكذي، وايد حبيته، وفي تنوع كبير بصراحة. والله بنات هذه العطور أول مرة أجربهم. ماركة أساطير ماركة كويتية، وايدين يسولفون عنها على سناب شات، وايد كنت متشوقة أني أجرب شيء من عندهم. وصلني هذا البوكس من البوتيكات، لأن هذا البوكس فيه 3 عطور من الأكثر مبيعا عندهم، حجم 30 ملي، كل واحد أحلى من الثاني ما شاء الله. والحمد لله، لأن أنا ذوقي وايد صعب، حبيتهم أكثر واحد تخبلت عليه في هذا البوكس بلاك اللي هو هذا الغامج، ثاني أكثر واحد عيبني سوفت، وآخر واحد قيراط ثقيل مو بوقت الحين بالمرة، حلو حق المناسبات والشتاء سبايسي شوي. هذي لهم بلاك قيراط سوفت، بلاك رقم 1 عندي، يعتبر نسائي رجالي يجنن. قيراط مثل ما قلت لكم سبايسي ثقيل سوفت، ريحته ناعمة وسويت عيبني. فنمبر 1 عندي صراحة بلاك، عقب سوفت، وعقب قيراط. الست موجود في بوتيكي، الحين بصور لكم كل عطر بروحه، كنت بقول كل روج وبكتب لكم نوتات العطر. بلاك is my number one، my pet يجنن ولا غلطة، سوفت ناعم جدا، وسويت. وطالب بوتيكات انهم ينزلون هذا العطر بحجم كبير بسرعة بسرعة، اسرع سريع عشان اطلبه، لانه وايد عيبني.